بالمناسبة برامج البنك الأهلي المصري المتخصصة واللي وصل عددها النهاردة ل 45 برنامج تمويلي كلها منبثقة من منتج الأهلي بيزنس اللي بيستهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبجد في جيش جرار في البنك الأهلي المصري مهمته ابتكار البرامج التمويلية لمختلف الفئات من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبالمناسبة برنامج الأهلي بيزنس أثبت أهمية الاتجاه للبرامج التمويلية المتخصصة بكل صناعة داخل كل قطاع، لأنها بتوفر لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة احتياجاتهم وبصورة متكاملة. دلوقتي هنقابل السيد طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري عشان نتعرف أكتر على آليات الدعم لأصحاب المشروعات وخطة برامج الأهلي بيزنس لدعم مختلف شرائح أصحاب المشروعات. أستاذ طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، احنا النهاردة بنحتفل بمرور 125 سنة، لكن أنا عايز أخليهم 125 سنة من الخير على أصحاب المشروعات. نقول لهم إيه؟ عندنا خدمات كتيرة جدا، وهدفنا الأول والأخير دعم ومساندة كل أصحاب المشروعات. 125 سنة، 10 سنين إحنا بندعم المشروعات الصغيرة وبنوعدهم فيما هو أكثر وأكثر وأكثر. أنا عايز أقول لك إن إحنا كبنك أهلي بندعم الزراعة من سنة 1922، يعني إحنا بقالنا 101 سنة بندعم الزراعة. كنا بندي كل مالك أقل من 50 فدان كنا بنموله. عايز أقول لحضرتك إن إحنا أول بنك دعم الصناعة سنة 1960، كنا بندي كل الحرفيين 100,000 جنيه، كان ساعتها يدوية وحرفية، وكان طبعاً الصناعة ما كانش متطورة التطور المذهل اللي إحنا موجودين فيه. لما أقول لحضرتك إن إحنا مثلاً كنا من حوالي 15 أو 16 سنة كان المشروعات الصغيرة عندنا ب 5 مليار أو 6 مليار جنيه، النهاردة أنت بتتكلم في المشروعات الصغيرة 152 مليار جنيه مباشر وغير مباشر، بتتكلم ب 132 ألف عميل. طيب إحنا بنعمل إيه تاني عشان نطور؟ إحنا عملنا حاجة اسمها أهلي بيزنس. الأهلي بيزنس كم برنامج النهاردة؟ الأهلي بيزنس دلوقتي النهاردة وأنا بكلم حضرتك 45 برنامج. إن شاء الله إن شاء الله نوعدك، إحنا في حاجة عملنا تجميعة كده أو حاجات جديدة في الأهلي بيزنس بحيث يوصلوا حوالي 70 أو 75 برنامج بس بشكل مبسط بنفس الأسلوب، إحنا مغيرناش. بس إحنا قلنا إيه، الراجل المسوق عندي في البنك، أنا دلوقتي لما أجي أشغل النشاط التجاري بصفة عامة بديله نسب تمويل محددة ومنمطة. طب أنا عايز الراجل ده وهو بيبيع يبيع بأسهل، بطريقة أسهل، بقول له والله كل التجاري هنموله بنسبة مثلا معين 60 أو 70% من التكلفة التشغيل. طيب ابدأ ببص بقى هو ده بيتاجر في ايه، ده بيتاجر في الورق يبقى هات لنا الخمس ست مستندات دول، ده بيتاجر في الحديد، ده بيتاجر في الأدوات المنزلية، أي إن كان نوع التجارة يبدأ إيه، يبقى هو بالنسبة له سهلة جدا في التسويق. لكن أنا ما غيرتش لا في أسلوب العمل ولا في التنميط ولا في الفترة الزمنية اللازمة لاتخاذ القرار، غيرناش حاجة. بس عشان هو بقى يبيع، ما دام انا بوحدت نسب التمويل للالات والمعدات، وحدت نسب التمويل لراس المال العامل، نسب مش قيم، عشان النسبه دي مرتبطه بتكلفه، تكلفه ده اقل من ده اكتر من ده، وبالتالي النسبه من التكلفه بتعلى او تنقص حسب تكلفه المبيعات او تكلفه الانتاج. في مستندات ثابته زي السجل التجاري، البطاقه الضريبيه، لكن كل واحد تكلفه انتاجه او ميزانيته اللي احنا ما انتشرتش زي ما اتفقنا من كل مره، احنا ما انتشرتش ميزانيه معتمده، ممكن اعمل حاجه اسمها كشف موجودات، يعني اعتمد على زياره للعميل والتعرف على تكلفة انتاجه بعدة وسائل. طبعا احنا بنقعد معه ونعرف بيبيع ازاي وبيبيع ايه وبيبيع ازاي وفواتيره شكلها ايه، فتقدر تحدد منه التكلفة. فبالنسبة لي ده برضو بديله النسبة من تكلفة الانتاج اللي انا تعرفت عليها كباحث ائتماني. دي سهلة جدا جدا جدا، زي ما بقول لحضرتك احنا في سنة ونص او نقترب من السنتين بعنا 59,000 عميل، بعنا لهم ب 27 مليار جنيه، ولزلنا منخاطب هذه الشريحة لأن الشريحة دي هي اللي فعلا محتاجة دعم. طب الشرائح اللي حضراتكم مستهدفينها عشان نوصل ل 75 برنامج داخل الأهلي بيزنس إيه؟ يعني إحنا زودنا في الزراعة شوية، عملنا حاجة اسمها زراعة تعاقدية، إن إحنا بدأنا نشوف شركات كبيرة لتصدير الحصيلات الزراعية. يعني أنا النهاردة كان في الهرم أعتقد كان معلن عن شركة تعاون بيننا وبين شركة سيكم للاعشاب او للمواد الزراعيه، مؤسسها الله يرحمه الدكتور ابراهيم ابو العيش. الله ينور حضرتك. طبعا احنا خلاص بدانا نشوف الزراعه، الراجل ده زي ما بيسموه حوت الزراعه، حوت التصدير. طيب اذا كان ده حوت، طب هو بيتعامل مع كم مزارع؟ 40,000 مزارع، هنبدا احنا نمول ال 40,000 مزارع. يعني انا اروح للمصدر اقول له مين الموردين بتوعك، امولهم؟ امول موردين بسهوله، وبالتالي انا بقلل له تكلفه وبقلل التكلفه على المزارع، المزارع ده اصلا انشطه صغيره، وبالتالي يبقى تكلفه الاقتراض بالنسبه له ارخص، يعني ممكن يبقى 5%. دا
ده صحيح. واخد بال حضرتك؟ وبالتالي هو نقل تكلفة الإنتاج المبسطة على المزارع، بس هو سوق له، هو أشرف فني عليه وأشرف طبي عليه، أشرف كل حاجة، جاب له الأسمدة، اتفق معاه. طب ما أنا كمزارع، ما أنا بروح البنك وباخد 5%، إيه الجديد؟ حضرتك أنت كمزارع بتاخد 5%، أولاً بتنتج بطريقتك اللي هي قد تكون كمزارع في حدود ما تعرفه، لكن دلوقتي لما أجيب لك واحد هياخد منك الإنتاج بالسعر السوق، يعني مش هيخسرك حاجة، بس هيساعدك في زيادة الإنتاجية، لأنه هيعمل إشراف طبي وإشراف فني وإشراف أسمدة، يعني هو لا يجيب له أسمدة ولا يفضل يوفر له الشتلات، وبالتالي هيساعده في إنتاجية أعلى. المصدرين دول تملي بيهتموا بحاجات كتيرة جدا، ان المنتج او المادة الجودة والخلوة من المبيدات وغيرها من شرطات التصدير، وفي نفس الوقت بتبقى بيساعدوا في زيادة الانتاجية. انت عارف حضرتك كل ما تطور في المزارع كل ما انتاجية الفدان تزيد، ما دام انتاجية الفدان زادت يبقى انت اصلا هيحقق ارباح اعلى وانتاجية اعلى. طب يحققها ازاي الارباح اعلى والانتاجية اعلى والمزارع طول عمره شغال بالطريقة اللي شغال بيها، لا بيطول من نفسه ولا غيره؟ يعني المصدر احنا هنستهدفه بحيث يعرفنا بالموردين بتوعه فننزل نمولهم، نمول الناس دي عقود ثلاثية ما بين البنك والمصدر والمزارع. عشان كده نسميها زراعة تعاقدية، بمعنى ان هو عقد بين المزارع والشركة المصدرة ديت والبنك، وانا اخش البنك الطرف الثالث بتاع الطرف الممول.